مع دادي ثم سويبع، سويبع يفتح اللعب مع عليان. عليان شاهدوا الشيراني هذا بسم الله ما شاء الله عليه، لاعب يلعب في المحترف الاول يعني بسهوله، لاعب رائع، لاعب جبار. عبد الحق يلعب على الجهه اليمنى، رائع منه بالسياحه. دادي عدادي يحتفظ بالكره جهه الدفاع مباشره الى التماس. التماس لعبادة وعراب، هذه التمريرات القصيرة في السوح نور الإسلام لم تصل عليه، رائع هذا. الشيراني جوبا الباري يطلبها فتوحي، تحصيل جميلة لفتوحي بعد هذا الكرة من عدادي إلى الركنية، يقول حكم المباراة. ممتاز المدافع الشيراني جوبا، المدافع الأيسر هذا، والله مدافع عصري ورائع في تدخلاته من دون خطأ.